كما كتشوفوا الجديديه ان شاء الله عندي واحد الكشكول مغربي قديم بطريقه عصريه ان شاء الله، وهذا الشيء اللي كاين. شوف هذه القضيه كنعيشوها ماشي في الميدان ديال الميكاب بزاف د الميادين، ولكن شوفي كتبقى سميه سميه، يعني واخا الانسان كيجي يدير عندك فورماسيون كيجي يتعلم عندك وكيدير حتى هو انسان تيقلب على انه يخدم يدخل الفلوس ما فيها حتى شي عيب، ولكن دابا كنعيشوا واحد الظاهره ديال فيس ابات، يعني انك لا بغيت تخدم خصك تما كيو ديال فيس اب. انا الحمد لله اسم جواد قال انا غير عند تعريف المغرب وخارج المغرب اللهم لك الحمد، وكما كتشوف من 2013 وانا باقي معاهم حتى 2023، يعني في هذا حد ذاته راه سميه صحيحه. وتحيه لاي ميكاب ارتست فعلا كيخدم من قلبه، يعني بلا لي زابليكاسيون باش يعطي انه متميز. لا سامبليسيتي، يعني كما كتشوفوني كنت كنلقى واحد الهجوم بزاف من واحد الفئه ديال المغاربه، كيدير ماكياج واحد كيجي ماكياج واحد، وكما كتشوف الاميرات ديالنا كلهم لا الاميرات كلهم كيديروا ماكياج اللي هو خفيف سامبل، في الاخير رجعوا كيديروا ماكياج سامبل كلهم. اللي كتشوف لي ميكاب ارتست اي وحده كتدير الثقيل الا كتكون ملاعب واحد لو تيب ديال الماكياج سواء خليجي سواء شرقي، ولكن حنا ماكياج مغربي خاص يعرفوه المغاربه انه تيبقى في البساطه. هي بحال دابا نتا عيطت عليا وحده دابا وتسمعها بلابيل، قالت لك تيما، قلت لها بالبخي اللي بغيتي، قالت لك انا ما عنديش، قلت لها مرحبا بك ما عنديش المشكل، لاننا فت المرحله ديال انا باش خصني نبقى نساوم الزبائن، يعني الحمد لله اللي جات مرحبا اللي ما عندهاش مرحبا، وحده كعندها كتعوض ديك اللي ما عندهاش غادي السيديه هكا. بوغ البوز على فكره تيك توك ما بقاش ديال المعاطيه، ولينا كنشوفوا واحد الظاهره ديال الشعوذه اللي كيعطي واحد الصوره خبيثه للمغرب. المعاطيه يعني كاينه على طول، انا راسي كنت كنظل تنهضر، ولكن هذا الشيء اللي ولا في التيك توك ولا راكيك كنشوف واحد الانحطاط ديال المراه المغربيه وانحطاط ديال الرجل المغربي، لان كنشوفوا المتزوجين كيسبقوا عيالاتهم بوغ الفلوس بوغ الدعم، يعني هذا الشيء كيضر في الخاطر ولا اله الا الله. شيء مشكل، لا شوف انا واحد الانسان قلب بيض ما كنتخاصمش، والانسان ديما تيصفي اموره، لان العداوه ما لها حتى شي حاجه. الانسان شوفي الانسان تيموت، واللهم الانسان يصفي ويسامح ومولاه ربي، علاش نبقى حاقد وعلاش نبقى مخاصم؟ الانسان كيشق طريقه صافي، يلاه الله يسهل عليا وانا الله يسهل عليا، والقلوب راهم صافيه الحمد لله. الدنيا باطل ما دوزناش قليل تبارك الله، راه 5 سنين ديال الصداقه وديال الخدمه وديال العشره وهذا، يعني كيوقعوا مشاكل تيوقعوا اخطاء، ولكن الانسان كيصفي الامور خص القلب يكون متسامح، الانسان قلبه يكون زوين وصافي. بزاف بزاف بزاف، حتى لاحظتي حتى الخرجات ما بقاش نخرج بزاف، يعني حتى لي زيفينمون تيكونوا فيهم لي زارتيست معروضين كنحاول نيفيتيهم، ما بقاش عندي، لان دابا وليت نشوف مستقبل وليداتي، يعني مشى جواد الطفل دابا ولا جواد الاب، لانني وليت كنطرد البال لولادي اكثر مني انا. والله يهدي الجميع، والله يهدي داك التيك توك علينا، هادشي اللي نقول بمناسبة 2024 هو صراحة لا كي 24 كي 25 كي 23، الله يهدي النفوس والله يهدي هاد الناس، لأننا كنشوفوا واحد الظاهرة اللي هي خبيثة، ما بقاوش الرجال بيخدموا ولا كلشي بيدير اليوتيوب، كلشي بيتعاطى، كلشي بيدير التيك توك. كنتمنى أن الرجل المغربي يرجع رجل، لأن واحد الفئة كثيرة ما بقاوش رجال، ولاو كيقدموا عيالاتهم ولادهم ولا كلشي عندهم محتوى، سواء اللي عنده بنت معوقه بيديرها محتوى، اللي عنده بنت ضريره محتوى، اللي عندهم شي مراه راجلها مريض بدون محتوى، يعني ولات واحد البساله. كنتمنى هاد 24 الرجال وي ولا تطلبت وتيخسروا صوره المراه المغربيه وصوره الرجل المغربي، يعني كنتمنى من هاد الناس وكنتمنى من الحكومه انها تقنن هاد الشيء وتحيد لنا داك التيك توك، لانه ولينا كنشوفوا كما قلت لكم قبيلات الظاهره ديال الشعوذه اللي ولات تعطي واحد الصوره خبيثه للمغاربه، يعني كتدخل انت في اللايف هذا داير تيضرب الكارطه، هذا كيضرب الدور في اللايف، يعني كتشوف واحد الصوره خبيثه على الرجل والمراه المغربيه، ولينا كنشوفوا ان واحد الفئه ديال 18 سنه حتى 25 الدراري محنين دايرين كوتشوفال دايرين دوبات، بنعرف هاد القوم
هاد القهوه ما يبيش منين خرج لينا ياك ما هما داك ياجوج وماجوج سبقوا لنا هاد الزمر هذا. انا من الناس اللي تعرضت للتوكه في 2011 ولكن الحمد لله جدت على راسي. كما تنقول لك كاين واحد النوع تاع الرجال واحد النوع ديال النساء كتكون معاهم في نفس النيفو يعني كتكون فقير الوقيته اللي كتجتهد وكتفوتهم ما تيبغيوش تيخصهم اما تكون فقير ولا تكون فقر منهم. اون فوا كتنجح في حياتك تجي من الغيره والحسد خصو هو يدلك اي حاجه باش يقتلك ولا باش ياذيك ولا باش يعمقك. من زمان من اول زمان راه قابيل غار من خوه هابيل يعني هذا الشيء راه الله عز وجل في خلق الانسانيه هكذا راه خلق الجنه وخلق النار يعني خلق واحد الفئه وخلقها للدنيا ادخل الجنه واحد الفئه خلقها في الدنيا ادخل النار هذه ما فيهاش شك والله يبعدنا ويبعدكم من هاد الناس. لا ولدي كويري ولدي دخلت الكره مازال بنتي صغيره بوسيبل انا ما شوفي انا كونتخ ولدي اشنو بغى لان لقيت صعوبات مع والدي لان والدي كانوا كزاره ومحافظين وهذا لقيت صعوبات ولكن انا ولدي ولا بنتي اي واحد في الميول ديالي ما عليا الا نوصلوا لان واحد النهار يقول بابا وقف معايا الراجل هادشي اللي كاين. الله يعطيكم الدل. شكرا السلام عليكم. لا تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.